استوديوهات ال بي سي بقدمها لزيارة مارشربل بالعودة للسيارة الراكنة على الطريق يلي بيأدي لسيدة لبنان بحريصة كان الانفجار. 30 ثانية بيختصروا إرادة تحويل وجع التمزق لوحدة الحال مع كافة الإعلاميين ودعم لمسيرتهم بالكلمة الحرة والصوت الصادق. هيدا هو مسار نيش دياب. صباح الخير، نهاركم سعيد. كأن انقطاع الكهرباء لا يكفي المواطنين. اسم نيش ضياء لمع بمجال الصحافة المسموعة والمرئية ابتداء من منتصف الثمانينات، وعلى مدار أكثر من 20 سنة ماي أضاءت نشرة الساعة 8 على الـ LBCI بحضورها القوي، بطلتها المميزة، بجرأتها وبمواقفها السياسية، بلا ما ننسى اللوك يلي كانت تظهر فيه بكل نشرة من ناحية الميك اب، الشعر والملابس يلي عملوا منها The 8 o'clock news fashion icon. محاولة الاغتيال يلي تعرضت لها ميش دياق بال2005 صحيح غيرت لها حياتها كليا بين ليلة وضحاها وأرهقتها صحيا ونفسيا، ولكنها ما منعتها أبدا من العودة للحياة وبذات المواقف والمبادئ يلي عودتنا عليهم. انتظروني فلن أنتظر طويلا لأعود، لن ترسو بواخر الهروب في مرافقنا الثانية. عزمتها على الاستمرار وصوتها المناهض للعنف والظلم ونشر الإعلام الراقي بلبنان والعالم العربي دفعوها لإقامة عدة مبادرات ونشاطات وصلت أصداءها لكافة أنحاء المنطقة العربية والعالم، مثل مؤسسة ميش دياء والكتار من المؤتمرات. هالسنة أقامت ميش دياء الحفل السنوي الخاص بالميش دياء فاونديشن ميديا أوردز اللي كرم عدد كبير من الأسامي المعروفة بالإعلام تقديراً لجهودهم وعطاءاتهم، وبحضور الكتار من الشخصيات السياسية الإعلامية الاجتماعية والفنية. Some red carpet moments from the Mei Shijia Foundation Media Award Ceremony 2013. إرادة مي شجاع للحياة رح تنعكس حتى الليلة. نحن لازم نكرمها كل لحظة وكل دقيقة. What she has achieved gave me the inspiration to do the same. ارتقى الإعلام بوجودات. مي ست كتير مهمية. أنا بعتبر كل اللي نشاطات عم تقوم فيها ست مي هي بتدل عن جرأة وإرادة قوية. قدوة لكل الصحفيين الموجودين بلبنان. بعتقد اللي عملته ماي يعني حطت بذرة، وإن شاء الله هذه بتقدر تكبر على مدار الأيام. نحن بحاجة لصحفية لبنانية يقدروا ينتشروا بالعالم أكثر وأكثر. لو كل صحافي مثل ماي شديا شو عبالنا. أنا كتير فخور أنا عم شارك بهذا الإيفنت، وكتير مبسوط أنا عزمتني هي شخصيا، وجيت من فرنسا كرمال لكون. زيننا لأمال عم تعمل مجهود كبير لتطلع جيل جديد بالصحافة، حولت الحزن لنوعا ما من الفرح لغيره. هيدا من أهم إيفنتس رح نشوفهم هالسنة بلبنان. قدرت توصل الصوت الإعلام اللبناني، عمل كتير مهم خاصة للكلمة الحرة بالشرق ولكلمة الحرة في لبنان. أطول من الطلع على الأمام، وذكرى الألم من حولها لذكرى فرح. Ladies and gentlemen, welcome to the Mei Shijiac Foundation's annual gala dinner and media awards ceremony 2013. Our most enjoyable evening is going to start with your host, LBCI's news anchor, Mrs. Remy Derbas Sleiman. مساء الخير، مساء إرادة الحياة، مساء الكلمة الحرة. شرف إلي كإعلامية تقديم هالسهرة اللي بتكرم فيها مؤسسة ميش دياء. إعلاميين لامعين شرفوا المهنة وأعطوها المعنى الحقيقي.
برحب بداية بممثلة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، السيدة الأولى وفاء سليمان. أصحاب الدولة والمعالي والسعادة، ضيوف لبنان المتميزين والرواد بمجال الفن والإعلام والأعمال. الدكتور مي شدياق حملتني مسؤولية الترحيب بكل المحبين اللي كرمونا بحضورهم: نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، رئيس الحكومة السابق رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة، النائب جان أوغاسابيا ممثلا رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، معالي الوزراء وسعادة النواب ومحبة من القلب للسيدات سولانج بشير الجميل، منى الياس الهراوي ولما سلام. منرحب أيضا برئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون. ولائحة الترحيب بتشمل جميع الحاضرين الأصدقاء الكرام من سعادة السفراء والمصرفيين ورجال وسيدات الأعمال وأصحاب ومدراء وصحفي المؤسسات الإعلامية الدولية العربية واللبنانية. ومن هون نسكاي بار، هالمكان الرائع المطل على بحر بيروت، اسمحوا لي أذكر الأسماء السادة: بيير الشويري، طارق نور، شفيق ثابت، بيير الظاهر، طلال المقدسي، فادي سلامة وكرمة خياط، وإضافة إلى مارك سيئلي وغيرهم كتار. أيضا تحية محبة وتقدير لفنانات رائدات في الدفاع عن الحريات لبوا دعوتنا النابعة من القلب. حضوركم بزمن الخطر والمخاطر دليل على أنه نور بيروت بيتحدى العتمة، فهي عاصمة الحياة ومدينة أحرار العرب. ومن بيروت تعودت مؤسسة مي شدياق كل سنة بليلة مثل ليالي هالشهر تضوي على أسماء وعلى أفعال. وإنجازات مي شدياق فاونديشن وام تي اف ميديا انستيتيوت بين أيلول 2012 وأيلول 2013 تحكي عن حالها. من أراد إسكات صوت مي شدياق عاد فسمعه أقوى وأعلى، رأياً واضحاً وتصميماً أكيداً وإنجازات حققتها تباعاً من خلال مؤسسة رائدة ومعهد إعلامي نشرا صوت الإعلام الحر والصحافة الملتزمة. يجب أن نأخذ مثالاً من أداء المفكرين الأحرار وأن نساعد الشباب على استخدام أدوات ووسائل جديدة ومتطورة تساعدهم لتخطي كل أشكال قمع الحريات. هي 4 سنوات حددت خريطة الطريق التي كرستها مؤسسة مي شدياق لنشاطاتها، حيث يرتسم جسر التواصل بين عالم الأكاديمية وسوق العمل تدريبات نوعية في علم الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الحديثة. They will have a professional attitude towards journalism, then she a modern attitude towards journalism. 200 طالب باتوا حتى اليوم يحملون شهادات صدقتها مؤسسة مي شدياق ومهرتها مراجع دولية منها منظمة اليونسكو والإنستيتو فرانسي دو ليبان والسفارة الأمريكية في لبنان. This is the UNESCO Mey Shadia Foundation workshop. Je pense que cette formation a un double intérêt, un intérêt pour les journalistes ou futurs journalistes libanais. This program in new media with the Mey Shadia Foundation Media Institute is very important in promoting this role. هون التريننج هو كان أكتر براكتيكال. صراحة أنا لقيتها كتير مفيدة شخصياً لإلي، لأنه بيعطونا أبليكيشنز كتير مهمين. ولتحتل الكلمة الحرة مساحة أكبر في ضمير الوطن، خاضت مؤسسة مي شدياق غمار تنظيم المؤتمرات، فكانت تجربة أولى بالتعاون مع المركز اللبناني لحقوق الإنسان والمحكمة الخاصة بلبنان تحت عنوان
حماية الشهود في الإجراءات الجنائية. وفي شهر كانون الأول من العام 2012 نظمت مؤسسة ميشدياق بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش إيبرت الألمانية مؤتمر حرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي Free Speech and Social Media، حضره خبراء عرب وأجانب في مجالات التواصل والإعلام والإعلان، في مقدمهم السيد أليك روس مستشار وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون. ثم جاء مؤتمر نساء على خطوط المواجهة Women on the Frontlines في شهر آذار 2013 نتيجة لقاء نظمته مؤسسة ميشدياق مع الكاتبة الفرنسية إليزابيث بادنتير المنادية أبداً بحقوق المرأة، فانعقد هذا المؤتمر برعاية وحضور السيدة الأولى وفاء سليمان. ينعقد مؤتمركم تحت أربعة عناوين مختارة محورها النساء في الجبهات الأمامية في مناطق النزاع. خاض هذا المؤتمر في تجارب السيدات اللبنانيات الأول وسفيرات وصحفيات وسيدات أعمال من الطراز الأول، فأثار إعجاب الرجال. الفيرست ليديز اللي كانوا هنا كل واحدة فيهم ممكن تبقى فيرست، مش فيرست ليدي، كانت تبقى رئيسة. كثيرة هي الأمنيات التي حققتها مؤسسة ميشدياق، والآتي منها لائحة طويلة: معهد إعلام يتحول إلى أكاديمية، مؤتمرات هي بمثابة ملتقيات دولية ومواعيد سنوية. وإن سأل أحدهم هل من جائزة تنالها مؤسسة ميشدياق، نجيبه: إيمانكم، حضوركم ودعمكم جوائز نسعى أن ننالها بدرجة جيد، بل جيد جدا، بل ممتاز، وبالتأكيد على طريقة ميشدياق. I had the will and I found my way. من 8 سنوات وب 25 أيلول حاولوا اغتيال ميشدياق. بوقتها جربوا على الأرجح ينهوا فصل بفصل الجسد عن الروح، فتحولت الجريمة لأهم فصل بكتاب ميشدياق. حولت مي خريف الوجع والقتل لربيع وانطلاقة جديدة وإعلان حب ما له نهاية، حب الآخرين، حب الفرح وحب الحياة. ميشدياق اعتمدت أسلوب المواجهة على طريقتها، وهالمواجهة ما بتكتمل إلا بدعم الأصدقاء والمحبين المخلصين. وعلى طريقتها الدكتورة ميشدياق بترحب بالجميع. مساء الخير أيها الحضور الكريم، أرحب بكم جميعا فردا فردا. شكرا لكم لأنكم بمجرد حضوركم تكرموننا وتؤكدون لنا أحقية قضيتنا وصدق التزامنا. هذا العام انضمت إلى جمعنا مشكورة ممثلة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان السيدة وفاء سليمان، فاسمحوا لي أن أجدد الترحيب بها كما بكم جميعا أصدقاء ومحبين من رسميين ودبلوماسيين وإعلاميين لبنانيين عرب وأجانب، واعذروني على عدم التسمية لأنني لا أبرع في ذلك أبدا. أهلا وسهلا فيكم جميعا، ومن قلبي كتير مبسوطة أنه الليلة هون مجموعين كلنا سوا الليلة. إنها الذكرى إياها تعود في كل سنة في شهر أيلول أليمة غادرة، ولكن في الوقت نفسه عابقة بالإيمان وملؤها التحدي، تحدي تحويل المر إلى فرح والبشاعة إلى جمال. لقد التزمت عدم المهادنة ورفض التنازل مهما كثرت الصعاب وتعددت مصادر التحديات، حتى تحولت الذكرى من ذكرى انفجار وموت إلى ذكرى ولادة وحياة. ولادة مؤسسة ميشدياق، ولادة معهد الإعلام، مؤسسة تحيا بحضوركم وتستمر بمشاركتكم ومحبتكم. صارت الذكرى موعدا سنويا مع شجاعة حب الحياة، ولقاء جامعا مع ناقلي الحقيقة والأمل، ومحطة سنوية لتحية أداء المبدعين بلا كلل. القناعات هي
نصرة الصحفيين الملتزمين ومؤازرة الإعلاميين الشباب الاستثنائيين والمغامرين. وفي ظل ما يشهده الوسط الإعلامي من تدهور في معايير الأداء والمهنية، زدنا في المؤسسة ومعهد الإعلام تصميماً على تخريج جيل من الصحفيين المثقفين الذين يتقنون استخدام وسائل التواصل بكل جديدها ويحرصون على الالتزام بالأخلاقيات المهنية بكل معاييرها. وإذا كان العلم اكتساب، فإن المبادئ والدفاع عنها يولدان بالفطرة عند المرء مع بدء شغفه بمعنى البحث عن المتاعب والصعاب. الصحفيون أينما كانوا هم عرضة للخطر، خصوصا عندما يكونون من عشاق الخبر ومن الطامحين للإضاءة على الحقيقة بلا خفر. في لبنان امتهنت الكرامات، وحصانة الجسم الإعلامي والصحفي صارت مستباحة من بعض الجهات، والوضع في العالم العربي ليس في أفضل حال، بل تخطى عتبة الخطوط الحمر التي لم تعد تتقبل نقداً ولا حتى مقال. هواية هدر دم الصحفيين واضطهادهم لا تزال لسوء حظنا على الموضة، والمشكلة أنها صارت على رأس قائمة أولويات بعض الحكام والأنظمة وحتى بعض المعارضات المستحدثة، وكل منها ينادي بأحقية ارتكاباته ويدعي أنه ممثل الأمة. مشكلتنا أو ميزتنا لا أدري، أننا في المؤسسة لم نغير عاداتنا ولا نريد تغييرها، ما زلنا مصممين على رفع لواء الشجاعة في التعبير عن الرأي، ضمانة لاستتباب الديمقراطية وقيام الأوطان التي نحلم بها منذ سنوات طويلة في هذه المنطقة من العالم، من دون أن تكون سلامتنا كإعلاميين أو حرية كلمتنا كصحفيين أو استقلالية خياراتنا كمواطنين منة من أحد. مهما كانت الأيام صعبة ومهما ارتفع منسوب التحديات والتهديدات، تبقى مؤسسة ميشيدياك مصممة على المساهمة الفعلية والفعالة في إظهار بيروت بأبهى حلة ثقافية وحضرية، كي يبقى لبنان منارة للحرف والحرية. هنا اسمحوا لي وبكل تواضع أن أعتبر احتفالنا هذه الليلة حدثاً استثنائياً في وضع كالذي تشهده المنطقة، التي تنام على خبر انفجار وتستيقظ على حال طوارئ وإنذار، علماً أن منح جوائز تقديرية لمبدعين في عالم الإعلام وفي مثل هذه الأحوال بات بحد ذاته قضية شائكة قد لا تخطر على البال. في أحلك الظروف الإقليمية والمحلية، ورغم النصائح الكثيرة التي أصديت إلينا بتأجيل حفلنا هذا، تمسكنا بإقامته إيمانا منا بأن وطننا العصي على الأزمات لن ينتصر على المحن إلا بمساهمتنا أجمعين، نعم أجمعين، كل على طريقته ومن في مختلف الميادين، من خلال إضاءة شمعة في هذا الليل الحزين. صممنا كلنا في المؤسسة على سيري في هذا الاحتفال إيمانا بنا بأن يدا إلهية خفية هي التي تحدد المصير، تماما كما حددته هذه اليد الإلهية إيجابا في 2005 في ذلك التاريخ المرير، وأبقتني معكم ها هنا هذه الليلة. إنها هذه القدرة الإلهية الحريصة دوماً على إنقاذنا في اللحظة الأخيرة، وها نحن هنا اليوم مجتمعين وفرحتنا بكم كبيرة كبيرة. شكراً لأنكم أنتم أيضاً آمنتم برهاننا وشاركتمونا في جنوننا. ها هي مؤسسة ميشيدياك بفضلكم تضيء شمعتها الرابعة من عمر السنين، وقد لونت شعاع شمعتها الجديدة ببريق الجوائز وألمعية نجوم الإعلام والفن ونوركم أجمعين. شكرا لكم، أنتم داعمو قضيتنا، وشكرا للمؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI التي تساهم بنشر رسالتنا. And before I finish this speech, few words in English to all my friends journalists who took the risk to join us tonight, despite all the warnings due to the critical situation in the region. I wondered in the beginning how they trusted the security guarantees I gave them. Knowing my case and all what I went through, I am seriously curious to know what made them believe me. But thank God they did, and here we are, all of us, gathered tonight under the starry sky of Beirut.
Who knows? Maybe. Maybe they caught the Lebanese virus, the color blindness, and became, as we say in French, Daltonien. So all red lights became green in their eyes. Thank you all from May Chidiac Foundation. In freedom, we believe. Et un grand merci à vous tous, chers amis, d'être parmi nous ce soir. شكرا للدكتورة مي شديق اللي دفعت ثمن الكلمة الجريئة والصحافي اللي بخاف من دفع الأثمان ومواجهة الظلم لازم يعتزل من بداية الطريق من مي اللي صارت رمز لمي اللي عندها طموح كبير وحلم عم يكبر ضمن مؤسسة تعرف تصرف أو تصرف كلمة إنجازات In freedom we believe أكثر من مجرد شعار إيمان راسخ ترجمته جوائز تمنحها مؤسسة مي شدياق لإعلاميين متميزين بجرأتهم والتزامهم جائزة مؤسسة مي شدياق عن الالتزام الصحفي ناصير الأسعد مدام إديت بوفيه pour le courage exceptionnel جائزة مؤسسة مي شدياق عن الحرفية بالعمل التلفزيوني بندعي الإعلامية نجوى قاسم لتسلم جائزتها وأبرز هذه الجوائز MCF Special Tribute for Lifetime Achievement التي نالها العام الماضي الصحفي والدبلوماسي الراحل صاحب جريدة النهار غسان التويني فاسمحي لي يا سيدة مي أن أرى فيك الليلة ولد غسان الرابع باتت هذه الجائزة تحمل اسم الراحل أنتوان شويري أنتوان شويري Special Tribute for Lifetime Achievement عائلة شويري مشكورة منحت مؤسسة مي شدياق امتياز هذه التسمية عربون ثقة بعملها نحن الذين طالما أردنا أن نشكر ذاك الرجل الذي كان أول من آمن بنشاطاتنا المتواضعة مقارنة بإنجازات أنتوان شويري الإعلامية والإعلانية على الصعيدين اللبناني والعربي والوطنية بأبعادها الجامعية والرياضية أيضاً في جديد مؤسسة مي شدياق تشكيل مجلس استشاري Advisory Board ومجلس تنفيذي Executive Board ولجنة حكام لاختيار مستحقي جوائز المؤسسة المجلس الاستشاري مؤلف حتى الآن من نجيب سويرس المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا روز شويري الرئيسة الفخرية لمجموعة شويري عبد الرحمن الراشد المدير العام لقناة العربية التلفزيونية وإلي خوري رئيس شركة كوانتم ومديرها التنفيذي المجلس التنفيذي مؤلف حتى الآن من علي جابر مدير مجموعة قنوات MBC التلفزيونية كبير مراسلي قناة CNN سابقا برنت سادلر والخبير الاقتصادي ومدير شركة STC International سابقا غسان حصباني أما لجنة الحكام التي ستتولى مهمة اختيار المرشحين فهم ممثلون عن مؤسسات إعلامية عالمية من أبرزها المعهد الدولي للصحافة IPI إذن بهالجائزة التكريمية بيبدأ حفل توزيع جوائز مؤسسة مي شدياق للإعلام وخصتنا السيدة ماري كريستين ساراغوست بالكلمة القصيرة من فرنسا لتعذر حضورها إلى لبنان. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très triste de ne pouvoir être à vos côtés pour la cérémonie de remise des prix de la Fondation Mé Chidiac, comme je l'avais pourtant prévu de longue date. Je me faisais une joie de venir au Liban, ce pays auquel je suis très attachée, dont j'aime l'énergie, la créativité, l'art de vivre. Et aussi le brassage des cultures et des langues qui y sont parlées, tout comme dans les médias de France Média Monde, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualia. Malheureusement, un rendez-vous impératif et incontournable de dernière minute me retient à Paris. Mais je tiens à saluer Mé Chidiac qui m'avait fait l'honneur de m'inviter parmi vous ce soir. Je salue son immense courage et ses initiatives qui, à travers la Fondation, encourage la liberté de la presse et le professionnalisme des journalistes, des valeurs que nous avons en partage là aussi avec le groupe France Média Monde. Les prix décernés aujourd'hui sont une magnifique reconnaissance morale et professionnelle pour les lauréats. Je laisse aux estimables personnes qui se sont jointes à Mé Chidiac ce soir le soin de nommer le lauréat du prix spécial
Antoine Chouéry, prix qui récompense l'ensemble d'une carrière. Ce trophée est aussi beau que rempli de sens et je suis fière de pouvoir le toucher et l'avoir sur mon bureau en même temps que vous l'avez aussi à Beyrouth. J'en profite pour saluer la famille Chouéry qui a accepté de donner son nom à ce prix de la Fondation Méchidiac en hommage au regretté Antoine Chouéry, véritable ténor du paysage médiatique au Liban et au-delà. Félicitations par avance à le regagnant. Et puis je voudrais vous dire aussi que je suis par le cœur avec vous et avec le Liban, souvent secoué par les tempêtes du Proche-Orient, mais qui toujours fait face et se tient droit. Très bonne soirée à vous tous. طبعا بنشكر السيدة ساراغوسا على كلمتها من العاصمة الفرنسية وبدعي رئيس مجموعة الشويري ومدير التنفيذي السيد بيير الشويري لينضم لنا. حضرة السيدة الأولى وفاء سليمان المحترمة ممثلة لفخامة الرئيس العماد ميشيل سليمان، حضرات النواب والوزراء والشخصيات السياسية الاقتصادية والاجتماعية، Your Excellencies، حضرة الدكتورة مي شدياق المحترمة، السيدات والسادة الكرام، بداية بدي وجه شكر كبير للدكتورة الصديقة مي شدياق لدعوتي حتى سلم باسمي الشخصي باسم العائلة وباسم مجموعة الشويري جائزة أنطوان شويري Lifetime Achievement Award. لفنان لبناني مميز كبير فرقنا من مدة قصيرة بغنى عن التعريف، الفنان الصادق بيير صادق اللي جسد بريشته وأفكاره كل تفكير تطلعات اللبنانيين اللي ما عندهم صوت يوصلوه. فنان خرج بريشته برات حدود الوطن وكتبت الصحافة العربية والعالمية عن إنجازاته اللي ما بتتوقف على حدود الحياة الفانية واللي صداها بعده بينسمع بعد رحيله. بكل فخر واعتزاز بشارك السيدة الأولى وفاء سليمان بتقديم هالجائزة التكريمية للسيدة حنان صادق زوجة الراحل بيير صادق عربون وفاء تقدير له وشكرا. ومنرحب مرة جديدة بالسيدة وفاء سليمان ممثلة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، ومنطلب منها تشاركنا تسليم أولى جوائز مؤسسة مي شدياق للإعلام. بيئة العمر والتحديات، أول حنان بحياته وآخر حنان، السيدة حنان بيير صادق تتفضل لاستلام الجائزة. مرة سأله أحد الوزراء الجداد بالسياسة: بدك ترسمني يا أستاذ بيير؟ فجاوبه: لا، بالنسبة لإلك الفوتو باسبور بتغني عن أي رسمة. وضحك الوزير لأول مرة بحياته على حقيقة منخاره. على مدى 55 سنة مين ما ابتسم ومين ما ضحك على حاله وشاف حاله بريشة بيير صادق. ببرز النفسية أكثر من تشويه الوجه. أعطى لكل سياسة شخصية كاريكاتورية، اللي عقله كبير تقبل حاله بروح رياضية وابتسامة ديمقراطية، واللي عقله صغير شد وقد وما عمل شيء وينتقده. فلا مكتب تاني ولا تالت أوقف بيير صادق السيد الحر الجريء الصادق المستقل. مع بيير صادق صارت الجريدة تقرأ من الصفحة الأخيرة، وعلى إيده ولد الكاريكاتور التلفزيوني بلبنان. طبع بيير صادق العصر اللبناني الحديث بريشته، وعصر بكل رسمة روحه الحلوة سخريته. روحي وروحك يا بكركي روحين بروحن، راحت روحك يا بكركي روحي بتروح. أنا من واجباتي انتقد كاريكاتوريا كل يوم
سياسة بلدي والمسؤولين عني. وبالنيابة عن بيير وعن الشعب المسكين الكافر بالسياسيين، قال توما اللي ما بينقال، وإذا ما نشر الوزراء يوميا بيسألوا عنه. بيير صادق، فيك تقلنا وين توما؟ بشكر السيدة الأولى وفاء سليمان والسيدة حنان صادق والسيدة شويري. أنا بشكر السيدة الأولى ماي والسيدة شويري، وبشكر الموجودين جميعاً. بقلها لماي العيلة كلها بتشكرك لتكريم بيير، ودائماً بيير مثل ما بقول عني ماي المشرقة ومي الصديقة والمناضلة والعزيزة. خليلنا إياك إن شاء الله. بزمن الحروب والنزاعات، كل مراسل أو مصور صحافي ممكن يتحول من نائل للخبر لعنوان للخبر، خصوصاً ببعض الدول العربية ومنها لبنان. فقضية الصحافي رامي العايشي شغلت الأوساط الإعلامية بعد ما تم إلقاء القبض عليه أثناء أيامه بتحقيق بالضاحية الجنوبية عن تهريب الأسلحة، ومن بعدها واجه تهمة شراء الأسلحة وأطلق سراحه بعد أقل من شهر على اعتقاله. I was kidnapped. It's not sort of kidnapped. I was kidnapped by but the problem is that we don't know who kidnapped me. كما خضع الصحافي ربيع دمج بمحل صفير بالضاحية الجنوبية لتحقيق من قبل جهة حزبية لمجرد محاولته إرسال نص لكلمة ألقيت بحفل خطابي من نابول. كما طرحت عدة أسئلة بشأن الإعلام الرقمي بعد التحقيق مع مغردين ومدونين بسبب آراء نشروها على مواقعهم عن حرية التعبير. أنا ناشطة على فيسبوك مع الثورة السورية، في أشخاص وجهوا لي تهديد. وشهدت مصر بخلال الثورتين تأييد لحرية الإعلام وإقفال لبعض المحطات. والآن مع برنامج البرنامج مع باسم. ومن الإعلاميين اللي تعرضوا لمضايقات باسم يوسف اللي شن حملات ساخرة على الرئيس مرسي، فتم استدعاؤه أكثر من مرة للتحقيق. سقط مرسي ونجح يوسف. سنة كفاية. كما تعرض عدد كبير من الصحفيين الأجانب لمضايقات واعتداءات بميدان التحرير أثناء المواجهات بين معارضي مرسي ومؤيديه. أما بليبيا فالتطورات الأمنية عرقلت عمل الصحفيين الليبيين، فتم اقتحام قناة الوطنية الليبية على يد عناصر مسلحة من الميليشيات، وتعرض الصحفيين الأجانب للخطف ومنهم مراسل قناة العربية محمود الفرجاني. بالأردن شكل قرار إغلاق أكثر من 300 موقع إلكتروني صدمة، فتحرك المدافعين عن حرية الرأي والتعبير لإسقاط القرار التعسفي، ودفع الصحفيين بسوريا ضريبة غالية. فسقط إعلاميين سوريين محسوبين على النظام والمعارضة، وكان أبرزهم مراسلة قناة الإخبارية السورية يارا عباس. وسجلت عشرات حالات خطف وقتل لصحفيين أجانب، آخرهم فريق عمل أوريان المؤلف من 3 أشخاص، بالإضافة للمصور الفرنسي أوليفييه فوزان والمصور البولوني مارسان سودي، وفريق عمل أوروب 1 ديديا فرانسوا وإدوار الياس، من دون ما ننسى قضية الناشطين مازن درويش، حسين غرير وهاني زيتاني الملاحقين بتهمة الإرهاب. السلسلة طويلة بعالم عربي عم يدفع فيه الإعلاميين ثمن الحرية. وما
من بعد ما تابعنا نحن وياكم هالريبورتاج للدول العربية تراث بالصحافة وأيضا عندها مآثر بالتعرض للصحفيين والمراسلين والمصورين تحت ستار الحفاظ على الأمن القومي المهدد من الكاميرا أو الواقف على مآل. وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال الأستاذ وليد الدعوق ومديرة المعهد الدولي للصحافة أليسون ماكنزي بيجتمعوا على هالمنبر ليأكدوا أهمية حرية التعبير مهما كان الثمن غالي وبغض النظر عن اعتبارات الزمان والمكان. الكلمة أولا لمعالي الوزير الدعوق، تفضل. أنا بالحقيقة بهمني بالأول أشكر الدكتورة ماي ومؤسسة ماي شيدياع يلي جمعتنا كلنا الليلة بهالحفلة ببيروت. ما ننسى نحنا وين كنا من أسبوعين، نحنا بيروت هيدي يلي منفتخر فيها، بيروت الحياة، بيروت الحب للحياة، يلي نحنا اليوم بهالمنطقة بالذات من ضمن سوليدار يلي عطيت بهجة، يلي إذا منرجع شوي بسنين الحرب نعرف كيف كانت ونعرف شو صارت. اليوم اليوم نحنا بالنسبة إلنا هو بيروت يلي بتحب كل شيء سلام يعني، والعيش المشترك، العيش المشترك يلي لا مسلم لا مسيحي كله مع بعضه من دون أي مذهبية. وكمان يلي أهم شيء عنا بالنسبة إلنا هو الإعلام وحرية الإعلام والحريات العامة، لأن لولا هالحريات العامة ما كان في شيء اسمه لبنان. بقى نحنا منتغنى بالحريات العامة ولازم نحترمها، ومن ضمن الحريات العامة أنه يتمكن الإعلاميين من التجول بكل أمان تيقوموا بمهامهم. وصار فيه مع الأسف انتهاكات عديدة لحرية الإعلام والتعبير بعدة مناطق، إن كان بمصر أو بسوريا أو حتى بلبنان. بقى مشان هيك لازم نوقفها هالانتهاكات، وأنا بدعي من هون أنه يتم خلق صندوق أو إنشاء صندوق للتعويض على الإعلاميين يلي تضرروا معنوياً أو مادياً. هاي من ناحية. من ناحية تانية أنا بطلب بس بيصير في أي تحقيق مع أي إعلامي يكون في وجود لمحامين لنقابة المحررين أو أي نقابات تيكونوا موجودين بالتحقيق. وبتمنى لكم حفلة سعيدة، والله يقوي الست ماي بهالمجهود الكبير يلي عملته. شكرا. نشكر معالي وزير الإعلام على هالكلمة المختصرة والواقعية. And now please Mrs. Mackenzie join us. Good evening. And thanks to the May Chidiac Foundation for including me and the International Press Institute in this wonderful, wonderful evening. It was not long ago when I stood on a stage very similar to this to present May Chidiac with the IPI World Press Freedom Hero Award. Since then, we've become very good friends, and I hope that we will be able to continue our collaboration with the May Chidiac Foundation by hosting an IPI World Congress in Beirut in 2015. I have the honor, the very deep honor, of presenting an award to a very good friend of the International Press Institute, Ms. Rara Oase. She is a Lebanese journalist and TV anchor, and since 2006, she has been working as a senior presenter at Al Jazeera Arabic Channel in Doha. For the last 7 years, she has presented all main news shows, including morning, midday, and evening broadcasts. She has also conducted political and other interviews inside and outside the main news formats. She has also presented many special coverage from the field, among them Gaza, Sudan,
Yemen, the United States of America, Morocco, Lebanon, and most recently, Aleppo in Syria. I am very familiar with her courage and the strength that it takes her to do her job against great odds every day. So on behalf of the May Chidiac Foundation, I am very proud to present to Ms. Rara Oase, an outstanding media figure, the Engage Journalism Award. نطلب من الإعلامية غادة عويس. بالعربي غادة عويس. تفضلي. عشر سنة على الشاشة وعلى الأثير مع الحدث وبقلب الحدث. بس ممكن نسرع شوي هون بس دقيقة ناقصة ممكن نسرع هذا المكان. أدارت غادة عويس حوارات ناجحة. ضيفنا لهذه الحلقة صاحب الغبطة مار بشارة بطرس الراعي مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وكانت موجودة بعواصم القرار. غادة عويس سلاح الحقيقة ومتعة البحث عن الحقيقة ولو تحت رماد الحقد والتدمير. أنا كمان ما رح أطول عليكم بس بدي أقول لدكتور مي شدياق أنه يقال أنه العظيم هو من يشعر من حوله بأنهم عظماء. أنت أصلاً عظيمة وتشعرين من حولك بأنهم عظماء. يشعر المرء أنه عظيم كلبناني كصحفي كمواطن بأي بلد وكمسيحي أيضاً. أنت فديتينا جميعاً مي شدياق، حملت صليبك وقلت مع ألامك يا يسوع وحولت ألمك لفرح لمن حولك، وهذا يعني شيء يحسب إليك. ولأنك واجهت الشر يلي امتد إليك، واجهت التخلف والديكتاتورية بالدفاع عنا جميعا، بشكر الله على وجودك وبشرك على الجائزة. مبروك لغادة على الجائزة طبعاً. بشكر معالي وزير الإعلام والسيدة ماكنزي. الشجاعة، الجرأة، حب المغامرة مقومات أساسية بتحدد هوية الصحافة ومساره ويمكن مصيره. وهالنوع من الصحفيين بيشبه حدا منعرفه كتير منيح ماي، وتقديرنا له بيتخطى حدود الإعجاب. السيد كريستوف دولوار مدير منظمة مراسلون بلا حدود هو من المناضلين من أجل إرساء نظام حرية الصحافة. السيد دولوار الغائب لأسباب طارئة وحاضر بالصوت والصورة. Reporters sans frontières défend la liberté de l'information partout dans le monde, notamment dans les 130 pays où nous avons des correspondants. Nous sommes sur le terrain pour assister concrètement ceux qui en ont besoin, qui sont censurés, emprisonnés, menacés. Malheureusement, le nombre de plaies ne saurait être énuméré. Et aussi dans les ministères, dans les palais des organisations internationales, où il faut défendre une évolution favorable du cadre légal de la presse et des médias. À l'heure où nous parlons, malheureusement, 183 journalistes sont en détention, presque autant de nets citoyens. Nous avons une pensée évidemment pour nos consoeurs et confrères syriens ou en Syrie, pour les journalistes qui viennent d'ailleurs. Et malheureusement, l'année dernière, l'année 2012, a été la plus fatale pour les journalistes. Près de 90 sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Malheureusement, je ne pouvais pas être là ce soir. Des obligations personnelles me retiennent à Paris, auxquelles je ne saurais me soustraire et que je ne pouvais absolument pas reporter. J'en suis profondément désolé. Je suis par l'esprit avec vous. Au nom de Reporters sans frontières, je suis très heureux d'annoncer le prix Courage in Journalism. Ce prix, je suis très fier de tenir le trophée dans les mains, qui sera remis à l'instant par les estimables personnes autour de mes Chidiac. Merci. Thank you.
السيد نجيب ساوي رئيس المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا وعضو المجلس الاستشاري لمؤسسة مي شدياق اللي دفع ثمن غالي لقاء ما وقفه بالسياسة وبالإعلام وتمسكه بحرية التعبير تفضل انضم لنا لتقديم جائزة الشجاعة الصحفية. للي مش عارف يعني انتوا قاعدين في احلى بلد في العالم وللي مش عارف ده احلى شعب في العالم ولازم تحافظوا على البلد ده بحريته وبجماله وبقدرة الناس اللي فيه على الابداع والشجاعة اللي اظهرها كل الناس اللي هنا وكده. انا النهاردة على غير العادة مبسوط جدا عشان عايز اقول لكم ان مصر اتحررت، مصر بقت حرة، والشعب المصري أثبت مرة أخرى أنه أعظم شعب على هذه الأرض. بيقولوا الصحافي مهنة المتاعب، بالنسبة للمراسل الحربي أو المصور الصحافي هي مهنة العيش على حافة الخطر والموت، خصوصاً بمناطق النزاعات والأمكن الخطرة. العسكري بالحرب بيحارب وبيهاجم وبيدافع، المقاتل بيقاتل وبيقتل، والمصور الصحافي بيتصيد الصورة وبيلتقط اللحظة وبيأرخ قصة حياة أو قصة موت. جارلز دولي مصور صحافي بريطاني مستقل متنقل بمناطق النزاعات والأوضاع الإنسانية الصعبة، رفق بعثات أطباء بلا حدود وكان طموحه بلا حدود. صور بالسودان، ببنغلاديش، بالقارة السمراء، صور مقاسي الجغرافيا وضحايا الاقتتال. أحب مهنته يلي أخدته من أناقة الموضة لأماكن الخطر. أفغانستان كانت فصل ومحطة، لكن مش مثل باقي الفصول. بعد ما سمح لجارلز بالانضمام للجيش الأمريكي بأفغانستان كصحافي ملحق بوحدة إيطالية. في 2011 أصيب بانفجار بقندهار، إصابة بالغة أدت لبتر قدميه وإيده اليسرى. شاف الموت وما مات، لكنه رجع للحياة بعناد كبير وابتسامة وأمل. رجع حتى يكمل شغفه. والسنة الماضية رجع جارلز دولي على أفغانستان مش بصفة زائر، إنما بصفة مصور صحافي بعدن عيونه قادرين يسرقوا اللقطة، وبعد إيده اليمين قادرة تمسك الكاميرا وتمسك التروفي. It is about going back to where I was. It's getting back to life. نطلب جايلز دولي، نطلب منك تتفضل لتستلم جايزتك. أهلا وسهلا. Hello everyone. Excuse me being in English. First of all, I would say as somebody that has just won an award for bravery, I was very nervous. This is more scary than my work. Firstly, I would like to say a huge thank you
to May Chidiac and the Foundation for inviting me and bringing me here. It's people like May that showed me what can be achieved even after injuries like mine, and I'm indebted to her as that example. They can take limbs from us, they can injure us, but they can never take our thoughts. I never see myself as being particularly brave. I see myself as being very lucky to do the job that I love and to be able to continue doing that job. I actually wrote to my fiance last night and I said, I feel a little embarrassed to get an award for bravery when I am scared all the time. She wrote back to me this morning and in the email, she said, bravery is when you are afraid, but you still do what you think is right. So what I would say this evening, though, is every journalist I know is brave, because every journalist I know, they are afraid that maybe their opinion people would disagree with. They are afraid because maybe the countries they work in are dangerous. They are afraid because maybe the governments they speak against will hurt them. So they still do what they believe is right. So if you don't mind, I would rather take this award on behalf of all those journalists that do the work that we do and who are as brave as I am. Thank you very much. متابعين معكم بحفل توزيع الجوائز. مين كان بيتصور انه السخريه والكاريكاتور السياسي رح تنتقل بهالكثافه الى الفضائيات العربيه لايصال الرسائل القويه والواضحه الى المسؤولين واشباه المسؤولين؟ هل اسلوب الصحفي المستحدث قلب معايير المهنيه والمصداقيه اللي كانت دائما تقاس بالجديه والجمود وغير الصوره النمطيه للاعلام التقليدي؟ بدعي سعادة السفير المصري أشرف حمدي لينضم لنا وممثل منظمة اليونسكو السيد موغنز شميت الخبير بتكريم الصحفيين المميزين. Basal Kair, bonsoir, good evening. It's an immense pleasure and it's a privilege for me to represent UNESCO here tonight at this important event. As you will know, UNESCO was born in the aftermath of the Second World War and all the horrendous events that we experienced during those 5 years. UNESCO was born to assist in creating peace and sustainable development. And some of you will know the beautiful words of UNESCO's constitution, saying that since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed. Education, which is the main purpose of UNESCO, is one way to do so, to ensure the free flow of information is another one. Freedom of expression and free press are essential preconditions for what we call the 3 Ds, for development, for democracy, and for dialogue. Being gathered here tonight, together with all of you, I think it's very, very important because we can advocate and we can appreciate the fundamental rights of freedom of expression and free press. It could not be any timelier. In the last 2 years in this region, we have seen the power of free press. We've seen the hopes connected
to the social media and the free flow of information. But we have also witnessed the suppression by dictators and by fanatists, be that through threats, harassment, violence, or killings of journalists, the ultimate way of silencing free speech. Because of this, the May Chidiac Foundation's work is so important. With her exemplary professional journalism and her personal courage, May has set standards for free press, and the work the foundation is doing to pass on these standards to new generations of journalists is essential. Seeking and communicating the truth, also when the truth is unpopular, is at the very nucleus of journalism. I'm proud tonight to introduce to you, ladies and gentlemen, Madame Schleiman, one of those journalists who have never stopped to persevere in finding and exposing the truth. A journalist who for many years has been criticizing undemocratic secular governments and undemocratic religious governments with the same insisting on the rights to free press. Although he is still a young man, and you will see that for yourself in a few moments, he has been an active journalist for almost 35 years. He's also an author, and he's currently hosting the TV show in Egypt, Huna Al-Kahira, on Al-Kahira Wa Nash television station. He's also the editor-in-chief of Al-Tahrir, one of those new, highly professional media that we see in today's Egypt. Ladies and gentlemen, please greet the laureate of the May Chidiac Foundation's Award for Outstanding Audiovisual Performance, Mr. Ibrahim Essa of Egypt. مع بدايات الثورة ووصول محمد مرسي للسلطة برزت أسماء جديدة على التلفزيون وأخرى عريقة بالإعلام المكتوب والمرئي ومن الأسماء الكبيرة إبراهيم عيسى أحد أهم الكتاب المشاكسين أكسي عن مواقع إعلامية بارزة ومنع من الكلام على التلفزيون لكنه استمر بقوة أكبر وفعالية أكبر محمد مرسي باطل 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 إبراهيم عيسى صوت ساخر هادف ومشارك بصناعة التغيير لربيع مصر والعرب متى كنت قويا ومستمرا وعنيدا في طلب هذه الحرية فسوف تحصل عليها اسمحوا لي بس ان انا انتهز الفرصه دي واشكر دكتوره مي على دعوتها الكريمه وعلى وجودنا معاها اليوم الحقيقه انا دايما بقول ان مصر هتفضل على طول بخير طول ما فيها ناس زي ابراهيم عيسى وزي باسم يوسف بيخلوا اي مسؤول في مصر واي حاكم في مصر يخاف على كرسيه ويراعي ان هو لازم يحترم الكلمه الحقيقيه لان مصر مش هتعيش غير بالحريه والحرية دي بيمثلها أمثال إبراهيم عيسى أشكركم جدا أنا كنت بحاول بشتى الطرق أعتذر عن حضور الحفل ودكتورة مي بعتت لي إيميل من ثالث سطر رديت على طول أنا جاي أنا جاي أنا جاي خلاص أنا سعيد جدا ويشرفني الوجود معكم ويشرفني جائزة ممنوحة من منظمة تحمل اسم هذه السيدة المقاتلة والمناضلة والشجاعة شرف لكل إعلامي وصحفي أن يكون ملحقا بها ومنسوبا إلى نضالها وقتالها من أجل الحرية أنا الحقيقة اسمحوا لي أن أنا النهاردة يعني أشعر بالفخر للإعلام المصري كله الإعلام المصري بعون الله أسقط رئيسين ومستعد للثالث احنا تعبناهم جدا لعلنا مسؤولين عن يعني اكبر قدر ممكن من ادويه الضغط والقرحه المعده تناولها الرؤساء المصريين في الفتره اللي فاتت والمسؤولين المصريين احنا اول بلد في العالم يمكن وربما في التاريخ
يحاصر مبنى الاستوديوهات المصري من مدينة الإنتاج الإعلامي من قبل إرهابيين بيهددوا بالقتل، بينما كل القنوات تعمل وكل البرامج تقدم وكل مقدم البرامج شجعانا أبطالا يتحدثون ويقاتلون من أجل الحرية. احنا أول إعلام أعتقد في العالم أسقط رئيسا شارك في إسقاط نظام غير شكل خريطة في منطقة. نحن نتحدث عن إعلام قادر بشجعانه بأبطاله بحريته إنه ينتزع لوطنه الاستقلال، يواجه الاستبداد السياسي ويواجه الاستبداد الديني وأي طغيان من أي نوع، حتى لو طغيان الرأي العام. الوطن العربي رغم كل المحن اللي فيه إلا إنه قوة الحق وبسالة وجسارة صحفيي أصحاب الأقلام واللي بيوقفوا قصاد الكاميرات يتعاملون معها باعتبارها سلاح من أجل الحرية ودفاع الحرية سينتصر وبننتصر وما يغركوش كل اللي بيحصل ده. إحنا اللي هنكسب، الإعلام العربي هو اللي هيكسب لأنه صوت الحق والضمير، وضميرنا هو الذي سينتصر وينتصر وبالبهجة وبالفن وبالإبداع وضد أي استبداد في الدنيا حتى استبداد مي شدياق. أشكركم جدا. بس للحقيقة هو لأنه أستاذ إبراهيم عيسى واجهت له تهديدات مباشرة كتير قوية بالقتل وعم يتنقل بمصر مع البوليس. بشكر الأجهزة الأمنية اللبنانية اللي تعاونت معنا وكمان أملت له الحماية بلبنان لأن عم مسؤوليته مش عم مسؤوليتي. يا أهلا وسهلا. مبروك مبروك لكل الزملاء الصحفيين اللي نالوا جوائز مؤسسة مي شدياق للإعلام. مجددا مؤسسة مي شدياق بتشكركم جميعا لحضوركم ولإيمانكم الكبير بقضيتها. شكرا مرة جديدة لوجودكم ومشاركتكم ومساهماتكم، وإن شاء الله تكونوا دايما من المشاركين معنا بسعينا للأفضل والأجمل. سهرتنا مكملة معكم إنما بعد لحظات. More funny and entertaining moments will be filling this evening. So let us step into a magnificent world, a world of magic and stars. Stars who will fill the sky and the sky bar. Stars who will sing and dance. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Lebanon 2008, Rosarita Tawil, and Mr. Lebanon 2006, Wissam Hanna. مساء الخير. صحيح ليلتنا ليلة جوائز، بس كمان بتعرفوا سهرة مليانة رقص وغنى وزقيف، فبرحب فيكم. ما هيك؟ بدي اسمع زقفتكم بالأول. نحن بسكاي بار. لكن روزاريتا وأنا مكملين معكم بأجواء الفرح والأمل سوا. خلينا نعطي معنى جديد لعبارة حب الحياة. مساء الخير وسام، مساء الخير لكل الحضور. مساء الخير روزاريتا، انا مبسوط انه انت معي اليوم بهالاناقه الحلوه. هلا ذوقك الحلو وسام، ما مبيني كثير اطول مني شوي. ايه شوي كثير ماشي الحال. تعرفنا باول اسم على مبدعين وناشطين بمجال الاعلام والتصوير بيغامروا كل يوم من اجل مهنه البحث عن الحقيقه والدفاع عن الحريه. بالمقابل في مبدعين شباب حققوا هالسنة إنجازات فنية كبيرة وكانوا محور اهتمام الإعلام العالمي. هلأ إجا وقت الجد والمزح والغنى، خلونا نستقبل موهبة لبنانية استثنائية لمع بسرعة البرق، خطف الإعجاب وداء طعم الشهرة العالمية والنجاح، لا بل طعم التفوق. مين معنا؟ من غيره أنتوني توما. بونسوار.
قبل ما بلش غني بس بدي اقول انا كثير فخور اكون هون الليله معكم وميرسي لميشي ديال لانك عزمتيني وانا وصلت من فرنسا امبارح كرمال اكون هون معكم. This first song is a Bruno Mars song called When I Was Your Man. Seem bad but I feel just a little bit bigger now. Our song on the radio but it don't sound the same. My friends talk about you, all it does is just tear me down. And my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. غنية هلأ هي غنية أنا كتبتها ونزلت على راديو بلبنان وهي نزلت قبل ما أروح على The Voice. هلأ بشوية صحفية قالوا لي كيف بتزعل أنه ما انطلقت من لبنان طلقت من غير بلد وجوابتها وقلت لها أنه أنا بعتبر حالي انطلقت من لبنان لأن قبل ما أروح على The Voice فرنسا كنت عم غني هون ونزل أغاني هون وطلعوا بالتوب 10 charts. هي غنية اسمها Just to See You Smile وغنية لألي. Oh,
for you to be happy. If it's 3 in the morning and you need ice cream, I'll go buy it and be there at 3:15. No matter the time, no matter the distance, I'll come to you, 'cause you know that you are. بعد عندي غنية واحدة هالغنية بالفنساوي عم تقطع كتير على الراديو هلا وما عم تقطع مثل ما رح تسمعوها هلا بس أنا كتير بحب أخذ غنية وغنية مثل ما أنا بحسها because that's what the music is for so هالغنية اسمها بابا أوتي ولا أرتيست فنساوي كتير بحبه اسمه ستروماي Je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux d'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, je sais ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Eh, hey, où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Thank you.
pas peur. Sans même vouloir lui parler, je sais ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Merci, bonne soirée. Sortez, enjoy the night. مرسي كثير أنتوني وزقفة كثير كبيرة مرة تانية لإلك وصراحة أنت فعلا مثال للشاب اللبناني الطموح والناجح بلبنان وبالعالم وطموحه ما بيوقف عند حدود كيف معقول يوقف عند حدود إذا في آلاف الصبايا معجبات بأنتوني وهو همه يرضيهم للحقيقة شهرة مشكلة ومين بيرضي الشباب غير صبية حلوة وموهوبة جدا جدا في صبايا حلوين غيرك على المسرح كمان في كتير صبايا حلوين مش عم تطلع وسام برافو روزاليتا طيب مين معنا روزاليتا شوقتينا مش رح نتركن أكتر من هيك بحب رحب بلارا اسكندر واغنيتها بتعرف عنها On va s'aimer, à toucher le ciel, se séparer, à brûler nos ailes, se retrouver comme les hirondelles. On va s'aimer tellement tu es belle. On va jeter les clés de la maison. On va rêver à d'autres saisons. On va quitter ces murs de prison. On va s'aimer. Sur une étoile ou sur un oreiller Au fond d'un train ou dans un vieux grenier Je veux découvrir ton visage Où l'amour est né On va s'aimer Dans un avion, sur le pont d'un bateau On va s'aimer à se brûler la peau À s'envoler toujours, toujours plus haut To get up and clap your hands. On va s'aimer, on marche des aiguilles, se réchauffer au cœur des banquiers, se murmurer toutes ces bêtises. On va s'aimer, j'aime que tu dises. On va partir au bout d'une île pour découvrir la vie fragile, se découvrir. Amour en eux Et on va s'aimer Sur une étoile sur un oreiller Au fond d'un train ou dans un vieux grenier Je veux découvrir ton visage Où l'amour est né On va s'aimer Dans un avion sur le pont d'un bateau On va s'aimer à se brûler la peau S'envoler toujours, toujours plus haut Où l'amour est beau On va s'aimer Sur une étoile ou sur un oreiller Au fond d'un train ou dans un vieux grenier Je veux découvrir ton visage Où l'amour est né On va s'aimer Dans un avion, sur le pont d'un bateau On va s'aimer à se brûler la peau S'envoler toujours, toujours plus haut Où l'amour est beau On va s'aimer Je veux découvrir ton visage Où l'amour est né On va s'aimer Dans un avion, sur le pont d'un bateau كفايه حسنك فايا تعالوا
ويفهموا الحكاية. تعالوا ننسى كل ذكرى جرحة ونملى كل ليالينا فرحة. ده عمرنا بنعيشه مرة كل واحد فينا وكل واحدة حرة. أنا لما بضحك ببقى واحدة تانية بحس بسعادة كل ثانية. عندي أمل في الدنيا دايما مهما يجرى مش مهم ومتفائلة جدا بحب أعيش في عمري كل لحظة. قلبي بيسامح في الحياة وبنسى وعايشة كده تمسح أنا متأكدة. يلا تعالوا غنوا معايا كفاية حزن كفاية. تعالوا غنوا معايا من جواك ومن جوايا. تعالوا غنوا معايا كفاية حزن كفاية. تعالوا غنوا معايا والحكاية. ننبسط ونتسلى يلا. القمر ودي النجوم في ليلنا ودي حياة بتغني وتنادي. حبنا على طول الحب يفتح اي باب مقفول. مهما سنين بتمشي مهما تجري ما تقولش بعد الوقت لسه بدري. مهما حسن يا عمري انا عمري وهنفرح كلنا. بحب اعيش في عمري كل لحظة. قلبي بيسامح في الحياة وبنسى وعايشة كده تسح أنا متأكدة. يلا تعالوا غنوا معايا كفاية حزن كفاية. تعالوا غنوا معايا من جواك ومن جوايا. تعالوا غنوا معايا كفاية حزن كفاية. تعالوا افهموا الحكاية. Thank you. Before I get off stage, I just wanted to thank everyone. I wanted to thank the My Chidiac Foundation and Dr. My Chidiac herself, not only for inviting me here, but as a young Egyptian to let me be a part of the change that we see in the Middle East. I was always afraid of change, and after what happened in my country, I became proud of change. I wasn't afraid of it anymore. And I am so proud to be standing in front of you as a young Egyptian who is hopeful of the future of Egypt and the rest of the Middle East. I am so proud to be an Egyptian. I'm very proud to be Lebanese as well because I'm half Lebanese. I go around, whatever I do when I work, I go around raising my head up high, thanking God and saying it very proudly that I'm Egyptian and Lebanese as well, of course. So thank you for having me. I hope you enjoy the show. Good night. التحضيرات للعشاء السنوي لمؤسسة مي شدياق بدأت قبل شهرين وثلاثة، وتكثفت الاجتماعات الماراثونية بالأسابيع الأخيرة لمتابعة التفاصيل الصغيرة والكبيرة.
وعلى الرغم من كثافة العمل وجديته عرفنا أنه في مفاجأة عم تتحضر، مفاجأة سارة وفيها كتير من المرح والفرح. دكتور شدياء وصديقاته قرروا يقدموا تابلو رائس. فتنا على التمارين ومثل كأنه كانوا فايتين ببعضهم. المدرب نفسه طويل، السيدات نفس قصير. المدرب أعطاهم ملاحظات، مرة كان دبلوماسي ومرة كان قاسي. سمعوا منيح ونفذوا على طريقتهم. لحد هلأ دي سور دي عم نعمل شي منيح وعم نتسلى بنفس الوقت. مع أختي عطول في سوربريز. On peut toujours danser. بتعقل. في منهم أخذوا قصة من الراحة، والبعض منهم كان عم بيخطط لشي أبعد من سهرة محلية. بركي بركي كتير يطلبونا لشي كومبيتيشن كتير عالمية. دكتور شدياء حمست الكل وشاركت الكل وعملت المطلوب منها وزيادة كمان. بين المزح والجد صار وقت العرض الأول. Sensual.
courage. Ladies and gentlemen, MC Foundation, are you ready? Come on, everybody, clap. On va s'aimer, on va danser. Oui, c'est la vie, la 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 la. On va s'aimer, on va danser. Oui, c'est la vie, la 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 la. On va s'aimer, on va danser. Oui, c'est la vie, la 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 la. On va s'aimer, on va danser. Oui, c'est la vie, la 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 la. راني مادام علي ديا مهما تكوني بعيد عليا. راني مادام علي ديا هدرو انا فيك وفيها. لازم للشرق يبرى بدوا. سهرة تكون جميلة يا حبيبة. On va s'aimer, on va danser. Oui, c'est la vie, la 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 la. On va s'aimer, on va danser. One, and two, one, two, three, four. On va s'aimer, on va danser. Oui, c'est la vie, la 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 la. On va s'aimer, on va danser. Oui, c'est la vie, la 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 la. جاني بالسر من الخلفية وقال لي على اللي فيا وقال لي يا انتانية غير الراحة نصرانية. لازم للجرح يبرى بدوا. سهرة تكون جميلة يا حبيبة. On va s'aimer, on va danser. Oui, c'est la vie, la 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 la. On va s'aimer, on va danser. Oui, c'est la vie, la 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 la. Tonight, the Skybar is on fire by MC Foundation. Are you having fun? Are you ready? Come on! On va s'aimer. Oui, c'est la vie, la 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 la. On va s'aimer. C'est la vie. 5, 6, la, 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 la. Everybody clap your hands, come on. On va s'aimer, on va danser. Oui, c'est la vie, la 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 la. On va s'aimer, on va danser. Oui, c'est la vie, la 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 la. Thank you. See you. يعني الليلة اللي ما بحياته رقص رقص. بما انه ايقاعات ألبير بويادجون فرقته ما بتخلي سهرة الا وبتولعها، والحماس رح يزيد اكتر واكتر لانه صار وقت تستحلوا وتناقوا اجمل التحف الفنية. بالكتيب الموجود معكن فيكن تلاقوا صور مواصفات القطع المدرجة بالمزاد من رسومات مجوهرات وغيرها. هالقسم من سهرتنا بتقدمه ماريانا وهبة بكتير من الحماس والاندفاع لقضية مؤسسة ميش الدياء. Tonight, Dr. May, we are all here to reaffirm to you and others like you that the silent majority of all Lebanese thank you. Thank you for the risks you took and continue to take. So tonight, I ask for everyone's generous support as we move through this evening. With that in mind,
allow me to start this evening's auction. 6,000 dollars, 12,000 dollars. Competition is good. I do. Yes, I do. $80,000. Thank you. 16.8 carat, donated by Tufin Jian. Saifat Taidiyi, the founder of Effie's, decided to make this unique piece because Dr. May is Lebanon's butterfly, not just the LBCI's butterfly. $6,000. $12,000. $12,200. Going twice? Thank you and God bless you. This painting was also generously donated to us by Mr. Shawi Shamaun. This painting is called Waiting on a White Day. I do. 26. Yes. 45. Do I have 50? Yes. I'm gonna come and give you a kiss. It is sold for $50,000. Thank you. Enjoy the rest of your evening. شكر كتير كبير لماريانا ولقلكن كلكن على حماسكن وإيمانكن بقضية مؤسسة مي شدياق. ليل بيروت له بداية حلوة ونهاية أحلى، وسهرتنا منجمة متل ما بيقولوا، ما ضروري تطلعوا لفوق، فيكن تطلعوا صوبنا. اسمها لمع بعالم الفن والتلفزيون، متعددة المواهب قدرت تثبت نفسها وتنال شعبية كبيرة. مين غيره؟ نجمة مايا دياب. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, please welcome the special guest, the legendary Mayor Diab. We'll be right back.
why أكيد أنا بشرفني حضوري بهيدي الليلة. كل إنسان بيقدر يساعد بطريقته، أكيد هو إجا اليوم ليشارك ويساعد أي إنسان محتاج بأي مجال كان بالحياة. أكيد في وجوه كتير معروفة، إذا ذكرتهم كلهم رح أنسى نصهم. منيحة وسام صح؟ طلع لك. بس أكيد الشكر الأكبر هو للسيدة اللي تعبت وقررت من بعد الكل اللي خاضته بحياتها إنها تقوم بتجربة تفيد غيرها وتساعد كل إنسان محتاج، دكتور مي شدياق. بس أنا مش شايفة وينها. مبسوطة؟ جريت. منكمل.